صلاة العيدين. العيد عند أهل الإسلام، انظر إلى العيد عند أهل الإسلام، يستقبل العيد بالطاعة لا بالمعصية، يستقبل العيد في أول النهار لا بالسهر وضياع الأوقات. نعم، يستقبل العيد بالنجاح والفلاح ومتابعة الأعمال الصالحة، خلافا كل من يسهر هذا إنسان فاشل ولا شك فيه. في عاقل يستقبل أول العام على أو العيد بالضياع والإسراف وترك الأموال وكذا ومفرقعات وكذا؟ هذا الذي يأخذ 100 يورو ويحرقها، ماذا نقول عنه؟ سفيه. نعم، يأتينا يحجر عليه السلطان، يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في ماله، مفهوم؟ المهم لا نريد أن نتكلم أكثر منها، اللبيب بالإشارة يفهمه. طيب، تفعل في الصحراء اجتماع الأمة على صلاة عيد واحدة في البلاد، عيد الفطر. في عيد الفطر ماذا يصنع الخطيب؟ يذكر الناس بماذا؟ بالأحكام، الأحكام المناسبة. يذكرهم مثلا بالاستمرار على الأعمال الصالحة، بصيام 6 من شوال. نعم، أما في عيد الأضحى يبين لهم حكم الأضحية ومتى تذبح والشروط فيها. وعلى هذا طيب، يصلي بهم 2 ركعات بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. النداء يكون للصلوات المفروضة 5 وللجمعة وللكسوف، أما العيدين والاستسقاء ليس هناك نداء. نعم طيب، ثم يخطب ويذكر الأحكام المناسبة. تكبير مطلق والتكبير مقيد. المقيد يعني بالصلوات المفروضة، أدبار الصلوات المفروضة، والمطلق يعني في كل وقت. متى يبدأ التكبير؟ في الفطر عند الإعلان، أي الإعلان بدخول الشهر أو بغروب الشمس في آخر ليلة من رمضان إلى يوم العيد بغروب الشمس، غروب شمس يوم العيد، هذا في عيد الفطر. في عيد الأضحى التكبير المقيد عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى أيام 4، يوم العيد وأيام التشريق 3. نعم طيب،